حرام عليك أن يكون كتاب الله جل وعلا عندك في بيتك وبين يديه قد علاه الغبار. عار عليك أن لا تقبل على كتاب الله إلا إذا أصابتك المصيبة، وإلا إذا لوي منك خلف الظهر الذراع. عار عليك أن لا تعود إلى الله إلا إذا مرضت تعجز. عار عليك أن لا تلتفت إلى نعمة الله عليك. عار عليك أن تجعل القرآن خلفك ظهريا ثم لا تنظر فيه مصبحا وممسيا. عار عليك أن لا تكون فاقعا لسورة قصيرة في كتاب الله جل وعلا. عار عليك أن لا يقوم لسانك بكلام ربك جل وعلا. عباد الله، ينبغي علينا أن نخير، وينبغي علينا أن نكون عاقلين، ينبغي علينا أن نكون واعين.